هلأ رح نبدأ بالقوة الدافعة الكهربائية. القوة الدافعة الكهربائية هي عبارة عن مقدار الشغل اللي بتبذله البطارية لنقل وحدة الشحنات الكهربائية بين قطبي البطارية. كيف يعني؟ عشان أفهم التعريف بحكي القوة الدافعة هي عبارة عن شغل. شغل مين بتبذله؟ البطارية. البطارية مش أنا قلت أنا هيك برمزلها؟ الصغير بيحمل الشحنة السالبة والكبير بيحمل الشحنة الموجبة، فهو عبارة عن شغل مين بتبذله؟ البطارية. عشان تنقل شو؟ عشان تنقل شحنات بين أقطابها، عشان تنقل هاي الشحنات من القطب الموجب للسالب. البطارية رمزها بالدالة الكهربائية بهذا الرمز، أو ممكن أرمزلها بهذا الرمز. هاي رمز البطارية مثلا، هنا الشحنة السالبة وهنا القطب الموجب. هلا حركة الشحنات داخل البطارية حركة افتراضية. هلا داخل البطارية هون هيتحرك معي شحنات، هتحرك من القطب السالب للموجب. هاي حركة الشحنات داخل البطارية، فهون بتكون حركتها، بكتب عليها حركة القوة الدافعة الكهربائية. تمام؟ هي عكس التيار الاصطلاحي. انا بعرف انه التيار الاصطلاحي من الموجب الى السالب، هيك بتحرك التيار الاصطلاحي من الموجب الى السالب. لكن حركة الشحنات داخل البطارية من السالب الى الموجب. رمز القوة الدافعة اللي هو قاف دال. من خلال التعريف كيف بدي اوجد قانون القوة الدافعة؟ هلا القوة الدافعة رمزها قاف دال، وانا بعرف ان القوة الدافعة هي عبارة عن الشغل. من خلال التعريف اللي انا اخذته عشان اشوف القانون تبعها، هي شغل بتبذل البطارية، فهي عبارة عن الشغل اللي بتبذل البطارية على وحدة الشحنات. فهي عبارة عن القوة الدافعة بتساوي الشغل على الشحنة. عشان اشتق وحدتها نفس الاشي، بدي اشتق وحدتها، بشتق وحدتها من القانون. كيف بدي اشتق وحدتها؟ الشغل وحدته اللي هو عبارة عن الجول، والشحنة وحدتها كولوم. فبصفي وحدة القوة الدافعة الكهربائية جول لكل كولوم، أو ما تعادل الفولت. تمام؟ فإلها وحدتين القوة الدافعة الكهربائية، جول لكل كولوم أو الفولت. طيب شو هي الفولت؟ الفولت أنا عرفت أنها وحدة قياس القوة الدافعة. تمام؟ إذا هي الفولت قوة دافعة كهربائية بتبذل شغل. شو ماله هذا الشغل؟ مقداره 1 جول على شحنة مقدارها 1 كولوم عشان تنتقل بين أقطابها. فأنا ما بدي أحفظ تعريف الفولت حفظ أو تعريف الأمبير حفظ، لا، بدي أعرف تعريف الفولت أو الأمبير من القانون نفسه. الفولت مثلا هي قوة دافعة، قوة دافعة كهربائية بتبذل شغل مقداره 1 جول عشان تنقل الشحنات الكهربائية بين أطراف البطارية، أو عشان تنقل شحنة كهربائية بين طرفي البطارية. تمام؟ من القانون تقدري تحفظي التعريف، ما تحفظي كيف ما كونتي بيطلع معاكي صح عادي، بس المهم تختاري المصطلحات العلمية الصحيحة. معاي سؤال صفحة 49 بيحكي لنا السؤال: ما منشأ الطاقة التي تمكن البطارية من بذل شغل على الشحنات؟ شو منشأ هاي الطاقة اللي بتمكن من بذل شغل على الشحنات؟ هاي البطارية، هاي هي البطارية معي. شو منشأ الطاقة اللي بيكون في البطارية؟ منشأ الطاقة هو التفاعلات الكيميائية في بعض المحاليل المعينة والأقطاب الكهربائية المعدنية. فهي منشأ هاي الطاقة اللي بتحتويها البطارية هي عبارة عن تفاعلات كيميائية. تمام؟ هي عبارة عن تفاعلات كيميائية. السؤال الثاني بيحكي لنا نفس الاشي: ماذا نعني بقولنا ان القوة الدافعة الكهربائية لبطارية تساوي 1.5 فولت؟ تمام، القوة الدافعة بتساوي 1.5 فولت مثل ما عملتها قبل شوي. مش هنا حكيت انه القوة الدافعة بتساوي الشغل على الشحنة؟ فالقوة الدافعة 1.5، اذا الشغل هو اللي بيحمل 1.5. هيها طب كيف صارت معانا؟ معناته انه مقدار الشغل اللي بتبذله البطارية عشان تنقل الشحنات بين طرفيها بيساوي 1.5، انه الشغل مقداره 1.5 عشان تنقل الشحنات بين طرفي البطارية. تمام؟ كيف ما كونتها؟ هي كونتها بطريقتين طلعت معاي صح.
تمام. هلا في عندنا هون شكل في الكتاب، هذا الشكل بيحكي لنا هذا الشكل هو عبارة عن دارة كهربائية بسيطة. بدي أشرح اتجاه التيار الكهربائي الاصطلاحي واتجاه التيار داخل البطارية، تمام؟ من خلال هذا الشكل اللي هو بكون لي بطارية ومصباح. هذا الشكل بكون لي بطارية وأميتر ومصباح، بدي أتعرف على اتجاه التيار الكهربائي داخلها. احنا بنعرف اتجاه التيار الاصطلاحي صح؟ هو من القطب الموجب للقطب السالب. خلينا نشتغل هون نرسمها مرة تانية. شكل في عندي بطارية وعنا مصباح، هاي بهذا الشكل المصباح، وهي عنا هون أميتر. هذا القطب السالب، هذا القطب الموجب. حركة التيار الكهربائي الاصطلاحي بعرف انها من القطب الموجب للقطب السالب. هيا هاد حركة التيار الاصطلاحي. اما حركة التيار داخل البطارية اللي هي حركة الشحنات داخل البطارية من القطب السالب للقطب الموجب، هيك رح تتحرك معي الشحنات داخل البطارية من السالب للموجب، هيك حركة الشحنات داخل البطارية. وبالخارج هي حركة التيار الاصطلاحي، هنا حركة التيار، وفي الداخل هنا حركة الشحنات داخل البطارية. عشان أفرق بينه أكثر رح أكتب لك إياها كتابة. حركة الشحنات داخل البطارية من القطب السالب إلى الموجب، أما حركة التيار الاصطلاحي من القطب الموجب إلى القطب السالب، هاي عشان نميز بينها دائما. في عندي تفكير ناقد موجود بصفحة 49. تفكير الناقد بيحكي لنا: تجادل التوأمان أنس ولمياء حول التيار المار في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل، حيث ادعى أنس أن التيار الذي يقيسه الأميتر A2 اللي هو هاد أكبر من التيار الذي يقيسه الأميتر A1، لأن التيار يمر في A2 أولا ثم يضعف بعد مروره في المصباح، يعني مر التيار A2 بعدين مر في المصباح بعدين مر في A1، هيك بحكي أنس. أما لمياء قالت: بينما ادعت لمياء أن الجهازين يسجلان القراءة نفسها، أي منهما تؤيد معللا إجابتك؟ هلا إحنا بنحكي إنه التيار بيخرج من القطب الموجب إلى القطب السالب، هيك مر معاي التيار الاصطلاحي صح؟ مر في المصباح A2 بعدين مر في الأميتر A2 بعدين في المصباح بعدين طلع الأميتر A1 بعدين راح للجزء السالب من البطارية، هاي حركة التيار، هيك مر معاي. هلا التيار اللي بقيسه A2 بالأصل هو نفس اللي بقيسه A1، طبعا الجواب لأنه ما عندي نقاط تفرق، يعني عدد الإلكترونات اللي عبرت مقطع عرضي اللي عبرت السلك هو نفسها عدد الإلكترونات عند أي نقطة، يعني عدد الإلكترونات اللي دخلت هون راحت للأميتر A2 ومرت في المصباح نفس عدد الإلكترونات، نفس عدد الإلكترونات هون، نفس عدد الإلكترونات اللي مرت في هذا السلك، كل جزء من السلك مر في نفس عدد الإلكترونات، إذا الأميتر A2 والأميتر A1 رح يقيسوا نفس التيار. السبب هو ما عندي نقاط تفرق. شو يعني نقاط تفرق؟ يعني الدارة كلها موصلة على التوالي، ما عندي توصيل على التوازي، تمام؟ احنا بنعرف انه اللي على التوالي التيار نفسه، بس على التوازي التيار بتوزع، الجهد بكون نفسه. اخذناها التوالي والتوازي بالصف الثامن. هلا رح ندخل ل
فرق الجهد الكهربائي. فرق الجهد الكهربائي هو عبارة عن كمية الطاقة الدافعة للإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. هذا نشرحها شوي. كمية طاقة دافع الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب، هاي معاي الدارة الكهربائية، هاي بطارية فيها قطبين سالب وموجب. بدك تعرفي هون معاي الأسلاك، هاي السالب وهاي الموجب. بدك تعرفي إنه القطب الموجب بسميه مناطق الجهد المنخفض، من السالب إلى الموجب. أوكي هنا رح نحذفه، ماشي. مناطق الجهد المرتفع، والقطب السالب بسميها مناطق الجهد المنخفض. هذا السالب. حكينا ان الجهد الكهربائي كمية طاقة دافع الالكترونات من السالب للموجب، مش حركة التيار داخل حركة الشحنات داخل البطارية من السالب للموجب. فهو عبارة فرق الجهد كمية طاقة تدفع الالكترونات من القطب السالب للقطب الموجب. القطب السالب منطقة جهد منخفض بسميها، والقطب الموجب منطقة جهد مرتفع. يسير التيار الكهربائي من مناطق الجهد الأعلى اللي هو جهد المرتفع، يعني اللي هو القطب الموجب، إلى القطب السالب. بالعادة هيك بيمشي معي التيار، من الموجب إلى السالب. هذا خارج البطارية، داخل البطارية بيكون العكس. يقاس فرق الجهد بجهاز بسميه جهاز الفولت ميتر، ووحدة قياس الجهد الكهربائي الفولت، ويرمز الجهد الكهربائي أو يرمز التغير بالجهد الكهربائي بدلتا جيم. في معي هون أفكر في الشكل، أي النقاط ألف باء لها جهد أعلى ولماذا؟ هذا الشكل معي أنا فيه عبارة عن دارة كهربائية فيها ثلاث مصابيح وفيها بطاريتين، وعندي النقاط ألف باء وها ودال. بحكي لي أي النقطتين ألف أو باء لها جهد أعلى ولماذا؟ تعال نرسم الرسمة عشان نوضحها أكثر. اللي هي عبارة عن بطاريتين، وثلاث مصابيح. هاي المصباح الأول، هاي المصباح الثاني، هاي المصباح الثالث. طيب هون طالب بحط لي النقطة دال بين المصباحين، وهون حط لي النقطة ألف، وهون النقطة باء، وهون واضع لي النقطة هاء. هون قطب السالب وهون الموجب، وهون السالب وهون الموجب. بحكي لي أي نقاط تمتلك جهد أعلى. هلا تمتلك الجهد الأعلى، أول شيء بيطلع التيار هون معي من البطارية من قطب الموجب، يعني من هون طلع معي التيار الكهربائي، من هون اتحرك قطب الموجب مر في النقطة باء، ماشي، بعدين طلع ودخل في المصباح، دخل في المصباح. هلأ لما مر في المصباح بعدين وصل النقطة ألف. طيب بعرف إنه أول ما بيطلع التيار الكهربائي بيطلع من القطب الموجب، إذا النقطة باء هي بتحمل جهد أعلى من النقطة ألف. ليه بتحمل النقطة باء جهد أعلى من ألف؟ لأنه النقطة باء متصلة بالقطب الموجب للبطارية، والقطب الموجب أنا بعرف هو صاحب الجهد الأعلى، تمام؟ أما ألف مر عندها مصباح، إذا خسر إشي من جهده، عشان هيك باء هي أعلى من ألف، لأنه باء متصلة بالجهد الأكبر، هي
هي منطقة جهد مرتفع. أما ألف مر في المصباح فخسر قليل من جهده، بعدين وصل النقطة ألف. الفرع الثاني يحكي لنا رتب النقاط ألف باء دالها من الأعلى إلى الأدنى جهدا. ألف باء دالها من الأعلى إلى الأدنى جهدا، حكينا أول ما بيطلع معاي طلع من القطب الموجب، مر في النقطة باء، إذا باء هي أعلى جهد. بعدين مر في المصباح خسر إيش من جهده، راح للنقطة ألف. بعدين في المصباح الثاني مر للنقطة دال. شوفي هلأ لما طلع من لما طلع التيار الكهربائي من النقطة باء للنقطة ألف، لما وصل النقطة دال فهون الحال في هاي الحالة مر في مصباحين، لما مر في مصباحين خسر كثير من جهده. بعدين مر في المصباح الثالث، بعدين وصل للنقطة ها، فالنقطة ها هون بتكون هي أقل جهد، هاي هي أقل جهد. لو بدي أرتبهم بحكي إنه جهد باء أكبر من جهد ألف، أكبر من جهد دال، أكبر من جهد ها، فهيك بكون ترتيبها. تمام، دائما القطب الموجب هو بكون الجهد الأعلى أو جهد المناطق الجهد المرتفع، والقطب السالب مناطق الجهد المنخفض. إذا باء مرتبطة مع القطب الموجب فباء هي أعلى جهد. تمام، وما ننسى كمان شغلة خدناها بالصف الثامن إنه التيار الكهربائي، بدي أدخل فيها مضطرة شوي، التيار الكهربائي في حالة التوالي يكون نفسه عند جميع النقاط. أما الجهد الكهربائي في حالة التوالي رح يتوزع. كيف يعني بيتوزع؟ معناته الجهد الكهربائي عند باء مش نفسه عند ألف، مش نفسه عند دال، مش نفسه عندها، القيم حتختلف عن بعض. تمام، هذا في حالة التوالي، كونها الدارة كلها متصلة معي على التوالي، ما عندي نقاط تفرع. تمام لهون؟ رح نجي لمراجعة الدرس. السؤال الأول بيحكي لنا وضح المقصود بالتيار الكهربائي ثم قارن اتجاهه باتجاه حركة الإلكترونات في الموصل. التيار الكهربائي عرفنا إحنا، أذكر بتعريفه من خلال القانون إنه التيار بيساوي الشحنة على الزمن. كيف بدي أعرفه؟ التيار هو مقدار الشحن الكهربائية اللي بتعبر مقطع من موصل في ثانية الواحدة. اتجاه التيار الاصطلاحي عكس حركة الإلكترونات. التيار الاصطلاحي من الموجب إلى السالب، يعني بنفس اتجاه المجال الكهربائي. السؤال الثاني، ارسم دارة كهربائية بتحتوي العناصر التالية موصولة بطريقة صحيحة. تعالوا نرسم هاي الدارة الكهربائية. اولا هاي الدارة الكهربائية بتحتوي بطارية، هاي البطارية. تمام، هاي السالب، هاي الموجب، بطارية، وإلها اسلاك اكيد حتكون في البطارية، أسلاك موصلة. بعدين بتحتوي أميتر، البطارية هتحتوي معاي، الدارة بتحتوي معي على أميتر، هاي الأميتر. بعد الأميتر عندي مصباح كهربائي، هاي المصباح الكهربائي. بعدين عنا فولت ميتر، رح أسكر بالأول الدارة الكهربائية هي كاملة، سكرتها، بدي أحط الفولت ميتر. الفولت ميتر إما بحطه عند المصباح أو بحطه عند البطارية. هلا ما بهمني إن الفولت ميتر يقيس لي جهد البطارية لأنه أنا أصلاً بكون عارفه، بهمني أحطه عند المصباح طبعاً عشان أعرف شو جهد هذا المصباح. فهون بوصل الفولت ميتر، هاي الفولت ميتر. فهي دائرة كهربائية بتحتوي على بطارية وأميتر ومصباح وفولت ميتر. المطلوب الثاني فرع باء، حدد اتجاه التيار الكهربائي بوضع أسهم على الدارة. كيف بتحرك؟ قلنا بتحرك من القطب الموجب، هيها طلع من القطب الموجب، مر بالأميتر، وصل لهون. هلأ هون بسميها نقطة تفرع، هاي مثل ما قلت لكم توالي وتوازي. نقطة تفرع يعني هون موصولة على التوازي الفولت ميتر. هنا التيار رح يتفرع، جزء منه رح يطلع الفولت ميتر وجزء منه رح يمر في المصباح، بيرجعوا هنا بيتجمعوا التيارات مع بعض، هاي بسميها نقطة تجمع، وبيرجع نفس التيار بمر للقطب السالب للبطارية.
سؤال الثالث، تفكير ناقد، عند فتح الدارة الكهربائية هل يتلاشى أو تتلاشى القوة الدافع الكهربائية للبطارية ولماذا؟ هلا شو يعني أنا بدي أفتح الدارة الكهربائية؟ يعني هنا معاي أنا مفتاح، هاي البطارية وهي الأميتر، تمام، وهيك هاي المفتاح وأنا فاتحة وهي معاي المصباح. أوضح لك إياها بشكل أفضل، إنه لو حطينا أنا هون البطارية وحطيت معاها المفتاح أولا، بعدين هون أوصلت المصباح، مفيش داعي لوجود الأميتر أصلا، هيها بطارية قطب سالب قطب موجب، حركة الإلكترونات قلنا من القطب الموجب للقطب السالب، هيها طلع التيار الكهربائي، سوري طلعت الشحنات الكهربائية وتحرك الشحنات التيار. هلا مش بالاصل التيار الكهربائي حيتحرك في السلك؟ طيب هون هي وصل التيار لهون، كيف بده يطلع التيار كونه هون السلك اصلا مفتوح؟ طبعا المفروض هو السلك يكمل هيك التيار بهذا الاتجاه، لكن كون السلك مفتوح اكيد ما رح ينزل هيك التيار، تمام، فهون ما رح يمر التيار، رح تضعف معاي حركة الإلكترونات فما رح يكمل مرور التيار لهنا، وقفت معاي حركة الإلكترونات ما رح تكمل مرور التيار، تمام. فلما أفتح الدارة الكهربائية بيتلاشى التيار الكهربائي، طبعا بيتلاشى التيار الكهربائي، السبب هو وقوف حركة هاي الشحنات، يعني ما تكملت عندي حركة الإلكترونات في السلك. طيب هل القوة الدارة الكهربائية القوة الدافع الكهربائية لها علاقة؟ القوة الدافع الكهربائية لو أنا فصلت التيار فتحت السلك ما رح تتأثر القوة الدافع الكهربائية، لأن القوة الدافع الكهربائية محتفظة بقوتها وما بتعتمد على الأسلاك، لأن هاي عبارة عن خاصية البطارية ما بتزول بزوال التيار الكهربائي، تمام. إذا القوة الدافع الكهربائية ما بتعتمد عند فتح الدارة وإغلاقها، لأن هي عبارة عن خاصية البطارية بتضلها محتفظة بها، أما في عند فتحها طبعا بتتلاشى التيار الكهربائي بسبب وقوف حركة الشحنات الكهربائية. وهيك بكون خلص الدرس، ويعطيكم العافية.